چون یکی از فضائل و مناقب اهل بیت عصمت و طارد علیهم السلام اینه که در زیارت نامه ها به ویژه در زیارت اربعین میخوانید کنت نورن فی الاسلاب شامخه و الارحام المطهره لم تنجس کل جاهلیت و به انجاسه ها. فهي السيدة الفاضلة فاطمة بنت الإمام الحسن الصبط عليه السلام، فهي علوية طاهرة وصديقة نجيبة، وهي أول علوية النسب تتزوج من علوي مثلها، وأول فاطمية تتزوج من فاطمي، وهي ثالث هاشمية تتزوج من هاشمي بعد فاطمة بنت أسد وفاطمة الزهراء عليه السلام. شهادة أبيها الإمام الحسن كان عمرها 10 سنين، فأصبحت في كفالة عمها الإمام الحسين، فتزوجها الحسين لابنه علي بن الحسين زين العابدين، فأصبحت أم الإمام الباقر عليه السلام. ولذلك هنا تطابقت سلسلة أبناء الحسن والحسين، يعني أصبح الإمام الباقر من طرف أبيه حسينيا ومن طرف أمه حسنيا. المعصوم عندما يصف شخصية من الشخصيات لا يبالغ ولا يجامل، وإنما ينطق عن حقيقة. فالإمام الباقر سلام الله عليه قال: لم يدرك في آل الحسن مثلها، يعني هذه المرأة كانت خيرة النساء آنذاك. فالإمام الباقر سلام الله عليه وأيضا الإمام الصادق يصف هذه السيدة أنها الصديقة، ولفظ الصديقة هذا لا يتسنى لكل أحد أن يصل إلى هذا المقام العالي، الصديق الذي وصل إليه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأيضا الزهراء سلام الله عليها كانت تلقب بالصديقة. السيدة فاطمة بنت الإمام الحسن سلام الله عليها لقبت من قبل المعصوم بالصديقة، وهذا في الحقيقة يبين لنا المقام العالي الذي وصلت إليه هذه المرأة الجليلة. كانت أم الإمام الباقر سلام الله عليك ممن حضر كربلاء وممن عاش أحزان كربلاء، والمرأة التي تعيش أحداث كربلاء وترى تلك المصائب وتثبت وتواجه تلك المصائب وتبقى ضمن الركب الحسيني وتعيش حالة تبليغ الرسالة الحسينية، فإن هذا يكشف بشكل واضح عن عظمة هذه المرأة صلوات الله وسلامه عليها عندما أركبت النساء على النياق وهن سبايا، وهي بتلك الحالة ابنها الإمام الباقر بين يديها، تارة تمسك بالإمام سلام الله عليه وتارة تمسك بحجابها حتى لا يسقط عنها، وهي على الناقة احتارت ما بين الحجاب وما بين الحفاظ على الإمام الباقر سلام الله عليه. طبعا
ومن كرامتها على الله عز وجل أنها كما يقول الإمام الباقر في الرواية صلوات الله عليه: كانت أمي جالسة تحت جدار، فبينما هي كذلك إذ مال الجدار يريد السقوط، فأشارت إليه وقالت له: لا، وحق المصطفى ما أذن الله لك بالسقوط. فتوقف الجدار في الهواء كما في الرواية فلم يسقط، حتى إذا اجتازت سقط الجدار. فلما سمع الإمام زين العابدين بذلك سلام الله عليه تصدق عنها بمئة دينار. وفيت سلام الله عليها حسب المشهور في السنة 70 للهجرة، يعني بعد واقعة الطف بتسع سنين، وقيل بأقل من ذلك، وهي مدفونة في المدينة المنورة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في الدنيا لزيارتها وفي الآخرة لشفاعتها.